يقول الكتاب: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. مش ممكن أي شيء يشبع في هذا العالم، لا المال، لا الجاه، لا الصيت. محبة المال أصل لكل الشرور، يقول عنه الكتاب: لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. كما سمعنا عن مثل المرأة السامرية، كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. مهما حاولت، مهما فتشت، مهما بحثت، واحد من أعظم الشخصيات في تاريخ الكنيسة، القديس أغسطينوس، اكتشف يسوع. لم تكفيه كل فلسفة العالم وكل الحكم وكل اللاهوت اللي درسه، لكن اختبر يسوع المسيح. يمكنك أن تختبر يسوع، وعندما تختبر يسوع تختبر معاه الشبع وتختبر الملء، ويستطيع أن يملأ فراغ حياتك ويحررك من الملل ويعطيك الحياة الأبدية.